في ظل الأخبار يعني المتواردة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء واحد الخبر اليوم، يعني هذا الخبر ما ماشي ما جابتوش صحف أو جابتو، جابوا واحد السيد سعودي هو اللي تنبأ ذهاب نيمار إلى إنتر ميامي. النهار اللي كانوا يقولوا نيمار غد هو اللي قال بأنه ميسي غادي يمشي لإنتر ميامي، هو اللي قال بأنه النهار اللي كانت الصحافة كاملة كتقول بأنه ميسي غادي يمشي لإنتر دو ميلان، غادي يولي لبرشلونة، غادي يمشي شي يمكن شي فريق في الدوري الإنجليزي. يمكن جا هاد السيد هذا قال لهم لا، قال لهم ميسي ما غادي يمشي لا للسعودية لا لإنتر دو ميلان لا برشلونة لا للدوري الإنجليزي، ميسي غادي يمشي لإنتر ميامي الأمريكي. وفعلا تحققت النبوءة. خرج هاد السيد البارح قال بأنه نيمار غادي يولي لبرشلونة. بمجرد أنه قال الحديث فمواقع التواصل الاجتماعي يعني دخلت بالأخبار والتساؤلات وواحد الجدل كبير. مو هذه كتبقى يعني مجرد تنبؤ. ما نساوش بأنه الإدارة تاع باريس سان جيرمان كانت عرضت نيمار على برشلونة، وكصابي يعني تقريبا هو اللي رفض. ماشي كيستيون ديال الجودة تاع اللاعب تاع نيمار، نيمار معروف يعني لعب في برشلونة، خلى تاريخ ديالو في برشلونة، ومالغري يعني في اللي وقع له في باريس سان جيرمان يعني الارقام ديالو والاهداف ديالو ماركي في باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان 118 البونت، 118 البونت يعني راه ماشي سهل، راه في اربع سنوات راه ماشي سهل. حنا كنعرفوا بانه ايتو جا لعب في برشلونة اربع سنوات كامله يلاه ماركي فيها 120 بونت، وكان بارمي لي ميور اتاكو في لو موند، يعني مره ماركي 118 بونت، وعنده في الدوري الاسباني في الدوري الفرنسي شي 77 اسيست، يعني شارك في اكثر من 200 بونت. وبالنسبه في برشلونه ثاني كان ماركا 105 بونت، ما نساوهاش بلي راه هداف مور ايتو في برشلونه في التاريخ تاع برشلونه، راه كان ماركا 105 بونت، ايتو ماركا 120. نيمار ماشي بيتور، يعني لاعب جناح. فلهذا يعني التاريخ تاع نيمار تاريخ كبير، لا مع برشلونه لا مع، ولكن كان كصافي يعني كذب هذا الخبر وقال لهم انا ما نحتاجوش، ماشي رياضيا قال لهم ما نحتاجوش لانه غادي يقسم لي وغادي يخسر لي غرف الملابس، لانه القوه نتاع اي فريق كتكون في 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 غرف الملابس ديالو، كيكون واحد الاتحاد واحد اليونيون، كتكون واحد التفاهم، كيكون واحد. في برشلونة كسافي خايف منه لانه نيمار ستار غادي يبقى يجبد راسو، يبقى يجبد مع جواره. هذا هو الخبر اللي قالو ديمبيلي، قال كان لقيت واحد البيئه غير صحيه في برشلونة. ايوا ديمبيلي لقى بيئه غير صحيه في برشلونة. واش كان يقصد بها؟ واش كان يقصد بها ملي كان سواريز وميسي وكانوا النجوم، ولا كيقصد بها حاليا، ولا ما عرفناش يعني. فلهذا كان واحد التضارب نتاع اخبار، وهذا كيبقى مجرد يعني مجرد راي شخص واحد تنبأ واحد المره بواحد الحاجه صدقت اليوم الله اعلم. المهم هذا ما يعنيش بانه نيمار سير جاي لبرشلونة، وما يعنيش بانه نيمار ماشي مرتبط ببرشلونة، لانه سمعنا بانه الخليفي بغى يخرج نيمار من باريس سان جيرمان، بغى يصيفطو لبرشلونة ولو اعاره. ولو اخي السيد اللي جا وكسر لك العقد نتاع نيمار 222 مليون اورو، اكبر صفقه دارت في ذاك الوقت، اليوم كيجي كيقول لك ها هو انا عطيتك انا غير اعاره، غيدي عليه باغي يتخلص منه. فلهذا هذه الاخبار كتبقى يعني ما بين الحقيقه والخيال، الايام غادي تبين، لانه برشلونه حاليا الكل يعرف بانه ما تقدرش تجيب نيمار، لانه البارسا راه كتجري كتنقص الكتل نتاع الرواتب. هذا هو الاشكال اللي كاين في برشلونه والكثير اللي ما كيفهموش. يا ودي راه لي سالير في برشلونه كبار بزاف، على هذا الشيء مشى ميسي، على هاد الشيء مشى بوسكيتش، على هاد الشيء مشى البا، على هاد الشيء اعتزل بيك، على هاد الشيء مشى راكيتيتش داك الوقت، على هاد الشيء بعنا فيدال داك الوقت، على هاد الشيء صيفطنا سواريز يبكي داك الوقت. راه الكتل تاع الرواتب جات في هاد الازمه، البارسا خصها تنقص الكتل تاع الرواتب ديالها، ما عندهاش امكانيات باش تخلص بكتل رواتب كبيره. يعني ما راه كلشي كيعرف بانه كيدي في باري فايتر 40، ما يقدرش، ما يقدروش، ما يقدروش، راه امبوسيبل. فلهذا كيبقى هذا الخبر بين قوسين، الايام غادي تبين، ربما تكون شي صيغه، ربما تكون شي الله اعلم. الى لقات برشلونه شي صيغه وكذا وهادي وما تاثرش اقتصاديا غادي تردوا. الكل يعرف يعني القيمه نتاع نيمار، الكل يعرف القيمه نتاع نيمار. المهم هذا كيبقى خبر من جهه واحده. نمشيو لواحد خبر اخر، يعني لابورتا كان قام بواحد الجوله في الامارات، وقام بجوله في قطر، وقام بجوله في السعوديه.
واش هو سبب هذه الجولات في الدول العربية؟ ما هو السبب؟ وكان يعني لابورتا قال بأنه جميع النجوم اليوم راه كيتجهوا للدوري السعودي للدوري روشن من أجل المال. ويا لابورتا انت علاش درت هذه الجولة عند الدول العربية؟ من أجل المال كذلك. فلابورتا كان مشى يبحث على استثمارات ديرها الدول العربية في برشلونة. آخر هذه الاستثمارات اللي راها يمكن كتكون يمكن تكون استثمارات سرية كاينه ما بين السعودية وما بين لابورتا. عند الصندوق السيادي تاع الاستثمارات السعودي ربما يكون هو المفاجأة واستثمر في برشلونة. كيفاش هذا الاستثمار وكي غادي يكون هذا الاستثمار؟ فهذه كتبقى علامة استفهام لأنه مازال ما خرج حتى شي تصريح، مازال ما خرج حتى شي حاجة. ولكن الكل يترقب بأن غادي تكون واحد الصفقة ما بين برشلونة وما بين دولة عربية، صندوق عربي يعني نقولها بصرح العبارة، صندوق عربي للاستثمارات سواء قطري سواء سعودي سواء إمارات. فالبرصة غادي تختار أجوده. فلهذا هاد المعلومة راها معلومة ماشي مؤكدة، يعني هادي تخمينات نتاع الناس اللي عندهم دراية بكرة القدم ودراية ببرشلونة. ولابورتا ما غاديش يدير هاد الدورة هادي للدول العربية غير هكاك. كيبحث على استثمارات، كيبحث على رؤوس أموال، كيبحث على دي سبونسور، ربما نشوفوا شي سبونسور جديد. سبوتيفاي غادي تبقى سبونسور، هذيك راها مسألة مفروغ منها، تسنيات الكونترا وعطات مبلغ زعما مزيان وكذا. ولكن كيد لابورتا كيدبر استثمارات أخرى، استثمارات من نوع آخر، ماشي استثمار يعني سبونسور تاع تريكو ولا سبونسور تاع نو، كيدبر لنا شي حاجة أخرى أكثر قوة. مثلا نعطيو مثال في ذاك الاستثمار اللي دارته برشلونة في الرافعات الاقتصادية، لأنه الرافعات الاقتصادية ديالها عطاتها لشركات أمريكية، شركات تالي شركة ألمانية. هذه الشركة الألمانية اللي عطات هذيك 60 مليون أورو يقال بأنه ما بغاتش تكمل العرض ديالها. ربما لابورتا كيدبر على هذه الاستثمارات بحال هكذا، يبيع أصول النادي لشركات عربية، صناديق عربية بصريح العبارة. فلهذا يعني نتوقعوا أي شيء من برشلونة بأنها تدير أو تجيب شيء استثمار خارجي قوي، خصوصا في الأزمة المالية اللي كتعاني منها برشلونة. فلهذا يعني أنا من بين الناس اللي كي أنا مشجع برشلونة، من بين الناس اللي كنشوف بأنه جاي شي حاجة في الطريق، لأنه لابورتا كنعتبره يعني ديب. لابورتا يقدر يدبر على الحلول، لأنه يعني الإنسان الشخص محامي، هذا السيد محامي، والمحامون كنعرفوا بأنه كيدبر على الحلول بشتى الطرق. فلهذا هاد الجولة نتاع لابورتا للدول العربية راه ما غاديش تجي من فراغ. وتاني كتبقى واحد المسألة أخرى، ربما كيسوق لاعبين ديالو في الدول العربية. الخبر تاني الجديد هو يعني هذا خبر تاع البارح، كيسي مشى للهلال السعودي، ها هو تبع واحد للخليج، ديمبيلي باريس سان جيرمان. أراوخو ماشي أراوخو المدافع، أراوخو واحد أراوخو كنا جبناه من انتر ميامي الامريكي، جبناه يلعب دو الفريق بي، راح صيفطناه لفيلاريال يتعلم بريتي، باقي صغير وخصو ياخذ خبره يعني اوروبيه. يعني كان واحد مجموعه كبيره تاع الاخبار، كان برشلونه كتداول دابا حاليا، مازال ما كاين اللي مؤكد وكاين اللي مازال مش مؤكد. المؤكد هو انه كيسي مشى ديمبيلي يعني في الطريق تاع باريس سان جيرمان، راه غير الصفقه وقع فيها واحد التاخير. وثاني واحد الناحيه اخرى، ديمبيلي واخا يعني كما كنقولوا طعن برشلونه في الظهر، لانه برشلونه وقفت معاه الوقت اللي كان تبليسه ما كيلعبش، راه دوزو ما لعبش برشلونه في وقت هذيك الخمس سنين اللي ما لعبهاش، راه دوزو ما لعبهاش برشلونه بقوه الاصابات. ومع ذلك البارسا وقفت معاه واهلاته وكذا. المهم هذه كتبقى مساله اخرى نتاع طعن برشلونه ولا خيان برشلونه، شغله هذاك. فالاموال نتاع ديمبيلي والاموال نتاع كيسي ربما غادي تكون واحد الفراجه من اجل يعني تسجيل اللاعبين في لا ليغا، خصوصا لهذيك الرافعه الاقتصاديه نتاع ديك الشركه الالمانيه ما دارتش، يعني جا واحد الحل. لهذا قلت لك يعني لابورتا كيقلب على الحلول بشتى الطرق. فهذه كانت اخر الاخبار نتاع النهار هذا، ومازال باقي يعني السوق مفتوح. كان سيو يعني راه كيقولوا بانه راه في مفاوضات مستمره، واخا دخل واحد العرض سعودي باش يدي كان سيو، ما نظنش انا كان سيو يمشي للسعوديه، غادي يبغي يجي لبرشلونه لانه راه في واحد لاج تاع 29 عام خصو يلعب في برشلونه باش يدير ان بون سيفي، لانه لعب في السيتي ولعب في باير، كتبقى له دابا برشلونه يلعب فيها. و
وهادشي اللي كاين وشكرا.